بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. أهلي وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بيان ما يسميه الفقهاء بالفوات، وهو فوات الحج. فمن أحرم بالحج ولكنه لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر، ليلة العاشر، فقد فاته الحج في هذه السنة، لأن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد أدرك قبل عرفة، يعني قبل صلاة الفجر، من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقالها تفثه. دل الحديث على أن من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر أنه لم يقضي حجه. لكن ماذا يعمل؟ هو الآن محرم وفاته الوقوف بعرفة، وقلتم فاته الحج، فماذا يعمل؟ قالوا: يتحلل بعمرة، يحول إحرامه بالحج إلى إحرام العمرة، فيتحلل بعمرة، لأن العمرة لا تفوت وليس لها وقت، فيطوف طواف العمرة، يعني يذهب إلى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم في السنة القادمة يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته، مثل من فاتته الصلاة فإنه يقضيها. هذا مثله، أحرم بالحج فوجب عليه، لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه بالإحرام حتى ولو كان في الأول نافلة. قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قوله تعالى: فمن فرض، يعني أحرم، سمى الإحرام فرضا، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، فحينئذ يجب عليه القضاء، قضى ما فاته للسنة القادمة، يعني يحرم من الميقات الذي أحرم منه في السنة الأولى، ويأتي بحج كامل يكون قضاء لحجه الفائت في السنة الماضية. هذا هو الذي يلزم من فاته الحج. نعم، يعني يلزم ثلاثة أشياء: أولا يتحلل بعمرة، ثانيا يذبح فدية، ثالثا يقضي هذا الحج من السنة القادمة. نعم. ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. في هذه المسألة أربعة فصول: الأول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في ذلك خلافا. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع، لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يبدأ يوم من زوال الشمس يوم التاسع، وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر، هذا كله وقت للوقوف بعرفة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأجل الناس يتمكنون من إدراك عرفة. من فاته الوقوف في النهار
بإمكانه أن يقف بالليل. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأكرم. الثاني أن يتحلل بطواف وسعي وحلاق، يعني أنساك العمرة، تحلل بأنساك العمرة. نعم. هذا صحيح من المذهب، روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير، ولم يعلم له مخالف، فكان إجماعا. وروى الأكرم في إسناده أن عبارة بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجد، وإن وجدت سعة فأهدي، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. يعني إذا لم يكن يقدر على الفدية فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، حج القضاء يعني، وسبعة إذا رجع إلى أهله من حج القضاء. وروى البخاري عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج المقابل. ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات. يجوز فسخ الحج إلى العمرة في حالة الاختيار، فلا أن يجوز في حالة الفوات من باب أولى. يعني يجوز تحول من النسك الأكبر إلى النسك الأصغر، هذا لا إشكال فيه، إنما العكس هو الذي لا يجوز، أن يتحول من النسك الأصغر إلى النسك الأكبر. نعم. ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى. نعم. إذا ثبت هذا فإنه يجعلها عمرة، لحديث عطاء، وهو قول من ذكرناه من الصحابة. الثالث أنه يلزمه القضاء من قابل، سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا، يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الإسلام أو نذر، حجة نذر، أو كان تطوعا، يعني أحرم للحج نافلة، فإنه يقضيه أيضا ولو كان نافلة. نعم. أنه يلزمه القضاء المقابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا، روي ذلك عن جماعة من الصحابة. وعن أحمد أنه لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: بل مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة. في هذا نظر، لأن إذا أوجبنا عليه القضاء لم نوجب عليه حجتين، لأن الحجة الأولى ما فعلها، هذه بديلة عنها، فهو لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج مرتين. نعم. ولأنها عبادة تطوع بها، فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات. سائر التطوعات لا تقضى إذا فاتت مثلا، لكن الحج خاصة فيه القضاء، لأنه إذا أحرم به وجب عليه، إذا أحرم به وجب عليه ولو كان نافلة، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم بالحج، فسمى الإحرام بالحج فرضا، يعني فرض على نفسه، ولقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لم يخرج من إحرامه ذلك إلا بأداء النسك الذي أحرم به، وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي أحرم به فيلزمه قضاؤه. فالرواية الأولى وهي المذهب والذي عليه الأكثر هو القول الراجح بلا شك. نعم. وعلى هذا يحمل قول الصحابة عمن كان حجه مفروضا. نعم. على من كان. وعلى هذا يحمل قول الصحابة على من كان حجه مفروضا. نعم. والرواية الأولى أولى. الرواية الأولى أولى، رجحها الشارح. نعم. لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة.
لأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمندوب بخلاف سائر التطوعات. يعني الحج له خاصية، إذا شرع فيه وجب عليه إكماله خلاف سائر التطوعات. لو صام تطوعا، لو صام يوما تطوعا لم يلزمه إكمال هذا اليوم، يجوز له يفطر. أما الحج إذا شرع فيه فإنه يلزمه إكماله، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم. وأما الحديث فإنه أراد الواجب في أصل الشرع حجة واحدة. حجة. وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع الواجب بأصل الشرع حجة واحدة، وهذا إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيها فتصير كالمندورة. نعم. وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا. الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين، وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني. والرواية الأخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء، إذا أحصر وجب عليه هدي واحد. إذا أحصر وفاته الحج بسبب الإحصار، والإحصار معناه أن يمنع من الحج، هذا الإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم يعني منعتم من الحج. إنسان أحرم بالحج وجاء يريد الحج ولكنه منع منه، إما بسلطة منعته لأن حبس سجن، أو أعدى على الطريق منعوه وأسروه من الوصول إلى مكة، أو أصابه مرض ألزمه الفراش فلم يستطع المضي حتى فات الحج، هذا محصر، هذا يتحلل أو يبقى على إحرامه حتى يطلق من الإحصار، حتى يطلق من الإحصار بالمرض أو غيره. فإذا أطلق، فإن كان الحج لم يفت حج، وإن كان الحج قد فات فإنه يفعل كما سبق في حق من فاته الحج. نعم. رواية أخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان فوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء، ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه الهدي كالمحصر، والمحصر لم يف حجة ويخرج الهدي في سنة القضاء نص عليه. والحجة فيه حديث عمر المذكور في الفصل الثاني. نعم. عفى الله عنك، كان معه الهدي، إذا كان معه هدي يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، ذبحه في المكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه في الحديبية ذبحوا هديهم في المكان الذي حصروا فيه وحلقوا رؤوسهم ورجعوا. نعم. يكفي عن هدي الإحصار لا يكفيه الهدي، صار معه هدي يكفي. نعم. ويشترط إذا اشترط فهلهما شرط، إذا قال عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه، لا قضاء ولا فدية، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما سألته أنها تريد الإحرام لكنها شاكية فيها مرض، فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فقولي محلي من الأرض حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيته. إذا شرط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ولكن الاشتراط إنما يشرع في حق من يتوقع حصول المانع، إما لكونه مريضا على الإحرام ويخشى يستمر معه المرض، أو لكون الطريق مخوفا ويخشى أن يصد عن البيت، هذا يشترط. أما الإنسان الآمن والصحيح في جسمه
فهذا لا يشرع له الاشتراط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا عند الإحرام، وإنما أرشد إليه هذه المرأة لأنها مريضة، دل على أن الاشتراط إنما يشرع عند الحاجة. نعم. لو اشترط له ما شرط. نعم. عفى الله عنك، كان في المثبات وجعل عليها هدية. نعم. قال إذا كانت معك هدية فانحرها، ثم إذا كان مقابل فاحجج، ثم إن وجدت سعة فهدي، فإن لم تجد فسته الأيام الحج وسبعة إذا رجع. هذا هدي تطوع، اللي معها انبار هدي تطوع، هدي تطوع. الهدي الأول. أي نعم. مسألة، وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. الوقوف في عرفة هو اليوم التاسع، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. لكن لو أخطأ الناس في العدد ووقفوا في اليوم العاشر، وقفوا في اليوم العاشر، فإن حجهم صحيح، حجهم صحيح، لأنهم اجتهدوا، فعلوا هذا عن اجتهاد وتحري، فحجهم صحيح ولو كان في اليوم العاشر أو اليوم الثامن، ما دام أنه حصل عن اجتهاد وبذل وسع ولم يفعلوه تعمدا فإنه يصح. كالمصلي، لو صلى المصلي إلى غير القبلة، اجتهد في تحري القبلة وصلى باجتهاده، ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، بعد ما فرغ من الصلاة تبين أنه صلى إلى غير القبلة، نقول صلاته صحيحة، لأنه بذل جهده وتحرى وصلى باجتهاده، ولا يسعه إلا ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاه ذلك، لأنه لا يؤمر مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم. هذا إذا فعله الناس كلهم، إذا أخطأ الناس كلهم، أخطأ الحجاج كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة، حجهم صحيح. أما لو أن بعض الناس اجتهدوا ووقفوا في غير يوم عرفة، في غير اليوم التاسع، فحجهم باطل، لأن الواجب أن يكونوا مع الناس، يقفون مع الناس إذا وقفوا، وليس لهم أن ينفردوا عن الناس ويقولوا لا نحن نجتهد وحدنا ونحن لا نعمل بعملكم، هذا حج باطل، لأن يعني فيه بعض الفرق الضالة الآن ما تقف مع الناس يوم عرفة، وإنما تقف بعد الناس، هذا لا شك في بطلانه، أن هذا مخالف لعمل المسلمين. نعم. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم، وقد روي لأنه ليس لكل أحد أنه ينفرد، أو لكل طائفة أو جماعة تنفرد بالوقوف، بل المسلمون يقفون جميعا مع أمير الحج، يقفون مع أمير الحج، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، يكونون مع أميرهم، مع أمير الحج، فإذا انفرد جماعة أو طائفة وقالوا لا نقف معكم ولكن نحن نجتهد لوحدنا، نقول هذا باطل، حجكم غير صحيح، لأنكم خالفتم المسلمين. نعم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهباق ما حبسك؟ قال كنت أحسب أن اليوم عرفة، فلم يعذره بذلك. إيه نعم، لم يعذر هبارا باجتهاده وقال وحسبانه أن اليوم عرفة، لأن كان واجبا عليه يمشي مع الناس. نعم. مسألة، ويستحب لمن حج، ولا والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عروة بن مضرس، يقول ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، ما يعرف عرفة ولا ترك جبل إلا وقف عليه حسب عرفة، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لحجك صحيح، بل قال من وأدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا، ما قال له أنت معذور وحجك صحيح، يقول إن كان ما وقفت قبل هذه الصلاة، ما وقفت بعرفة، فإنك لم تدرك الحج. نعم. فالاجتهاد الفردي
الاجتهاد الفردي أو الطائفي في الصيام وفي الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يصح. لازم يكون المسلمون جماعة واحدة في صيامهم وفي عيدهم وفي حجهم. لا يجوز للأمة أن تتشتت، كل يبدأ الصيام باجتهاده والعيد باجتهاده والوقوف باجتهاده ويترك جماعة المسلمين، هذا لا يجوز في الإقليم الواحد. أما الصيام في الأقاليم المختلفة المختلفة المطالع، كل قوم لهم رؤيتهم، لكن هذا في الإقليم الواحد. والحج كله في إقليم واحد، كله في عرفة، ما هو مثل الصيام. الصيام على جميع أهل الأرض في أقاليم الأرض كلها مع اختلاف المطالع فيها، لكن الحج هذا ليس كذلك. الحج إنما يفعل في مكان واحد، فيجب على الحجاج كلهم من جميع أقطار الأرض أن يكونوا جميعا في الوقوف ويقفوا مع أمير الحج. نعم. طبعا زعموا أن امرأة تحرم الهلال فكان ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك، إن عمل برؤيتهم وإلا يقفون مع المسلمين. نعم. مسألة، يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدعى أنه رأى هلال ذي الحجة يتقدم إلى الجهة التي تثبت الأهلة، فإن قبلت خبره وإلا يقف مع المسلمين. نعم. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. هذا التعبير فيه نظر، يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير غير سليم، والواجب أن يقال يستحب لمن حج أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول، لأن الزيارة التي يسافر لها ليست لقبر الرسول، وإنما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالسفر لأجل العبادة في مكان، السفر من أجل العبادة في مكان لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، ولا يجوز السفر من أجل زيارة قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبر الوالدين أو قبور العلماء أو غير ذلك، إنما زيارة القبور تشرع لمن كان حاضراً في البلد. أما أن يسافر من أجل زيارة قبر فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر في ثلاثة المساجد. فمفهوم الحديث أن من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة أنه منهي عن ذلك، وذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأننا إذا أبحنا السفر لزيارة القبور فإن هذا يؤول إلى تعظيم القبور والغلو فيها، ثم يؤول في النهاية إلى الشرك بالله عز وجل. ودين الإسلام جاء بسد الذرائع والطرق التي تفضي إلى الشرك، فالسفر إنما هو لأجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه عن 500، لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه، الصلاة في بيت المقدس عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً لزيارة المسجد تابعة وليست استقلالاً. والأحاديث التي جاءت بالحث على السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث التي جاءت أن من حج فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث غير صحيحة، كلها أحاديث ضعيفة متناهية في الضعف، لا يعمل بها. وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. ولم يرد دليل واحد صحيح في الأمر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم،
وإنما هو داخل في زيارة القبور المشروعة بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة. ولا ارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، لا ارتباط لها بذلك. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار في أي وقت، قبل الحج أو بعد الحج أو في أي شهر من السنة. فمن حج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح تام. لكن لما كان الناس يأتون من بعيد ومن بلاد بعيدة للحج، فإن من اليسر لهم أن يزوروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إما قبل الحج وإما بعده، من أجل أن يكتسبوا توفير السفر مرة ثانية من بلادهم لزيارة المسجد النبوي. هذا هو محل الاستحسان، وإلا فلا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، وإنما هذا من باب التيسير على الناس الذين جاءوا من بعيد أنهم يزورون المسجد النبوي بعد الحج من أجل أن يسلموا من سفر آخر لزيارة المسجد النبوي. وهذه مسألة شد الرحال لزيارة القبور، هذه مسألة إنما ظهرت بعد القرون المفضلة، شغب ناس من القبوريين أو من الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد، فصاروا يقولون إن شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. هذا غلط. وممن تبنى هذه الفكرة وألف فيها تقي الدين السبكي بزعمه أنه يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابا لمشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد به على شيخ الإسلام ابن تيمية. فجاء الحافظ بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على السبكي بكتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كتاب جيد تكلم فيه عن الأحاديث التي أوردها السبكي في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه، تكلم عليها واحدا وبين أسانيدها وفندها وبين أنها كلها لا تصلح للاحتجاج، فهو كتاب نفيس صارم المنكي في الرد على السبكي. والحافظ بن عبد الهادي هذا إمام من أئمة الحديث متقن، وتكلم عن خبرة خلاف السبكي، فإنه ليس من علماء الحديث. نعم. قال أحمد وكذلك غير السبكي ألفوا، مثل ابن القيم وكثير من الأئمة ألفوا في أن السفر لزيارة القبور أنه لا يجوز، سفر باطل لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله عن يزيد بن قصيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم، هذا لا بأس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، سواء كان المسلم عند القبر أو كان بعيدا عنه. حتى قال علي بن الحسين رحمه الله لمن رآه يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، قال ذكر له حديث الرسول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء كنت عند القبر أو كنت بالأندلس في أقصى المغرب. فلا مزية لمن وقف عند القبر عن غيره من المسلمين الذين يصلون على الرسول في أي مكان، كلهم تبلغ صلاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق لا شك فيه، ولكن الكلام في السفر،
هذا لا يدل على جواز السفر. نعم. باب الهدي والأضحية. نعم. والهدي والأضحية سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم فرغ المؤلف من المناسك ناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي والعقيقة، لأن هذه لها تعلق بأيام الحج، لأن الأضحية تذبح في أيام الحج، وكذلك الهدي يذبح في أيام الحج، فناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي بعد الكلام على مناسك الحج. نعم. والهدي والأضحية سنة. الهدي يراد به ما يهدى إلى البيت، الهدي ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذا هو الهدي التطوع، هدي التطوع. أما الهدي الواجب بالتمتع فذاك واجب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أما استيسر من الهدي، مستيسر من هذا هدي واجب، لذلك الهدي الجبران هذا واجب. الهدي على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع الهدي، هدي التمتع هذا هو الأول، والثاني هدي الجبران وهو ما يجب لترك واجب أو فعل محظور، والثالث هدي التطوع الذي ليس لتمتع وليس لجبران وإنما هو تبرع من المسلم، هذا كله يذبح في أيام النحر، في أيام النحر. نعم. الهدي والأضحية سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأضحية يراد بها ما يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أو هذه الأيام، والأضحية تذبح في البلد الذي فيه المضحي، كل يضحي في بلده ويذبحها في بيته ويأكل منها ويوزع على الفقراء والجيران شكراً لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، هذه هي الأضحية وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة على الموسرين، الإمام أبو حنيفة عنده أنها واجبة على الموسرين، أما الجمهور فيرون أنها مستحبة واستحبابها مؤكد، ومكان ذبحها أن يذبحها في بيته في أي بلد كان، هذا هو السنة. أما الظاهرة التي ظهرت الآن من بعض الشباب وبعض المريدين للخير، نحملهم على المحمل الطيب، يجمعون أثمان الأضاحي ويروحونها يقولون تشترى في بلد آخر وتذبح وتوزع هناك، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، السنة أن الأضحية تذبح في البيت وفي البلد الذي فيه المضحي، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يرسل بأثمان الأضاحي تذبح في مكان آخر، ومن أراد أن يساعد المحتاجين في أي مكان يساعدهم بغير هذا الطريق، يساعدهم بالتبرعات بالأموال التي تخصص لهم، أما العبادات فإنها لا تغير، العبادات لا تغير عن وضعها الذي وضعها عليه الشارع، والشارع وضع الأضاحي في البيوت وفي البلدان التي فيها المضحون من أجل أن يتوسعوا ومن أجل أن يفرحوا مع الناس ومن أجل أن يأكلوا منها، هذا المقصود، فإذا أرسل دراهم وذبحت في مكان آخر ما حصل هذا المقصود. نعم. والهدي والأضحية سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة وضحى بكبشين أملحين موجوعين ذبحهما بيده وقال اللهم هذا منك ولك واضعا قدمه على صفاحهما. الافضل انه يذبح اضحيته هو، الافضل انه يذبح اضحيته هو
وأن يذبح هديه هو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده، ذبح 63 من الإبل ثم وكل عليا على ذبح بقية 100، وذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته هو بيده، ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة، هذا أفضل. وإذا وكل من يذبحهما وحضر عنده فلا بأس بذلك. نعم. مسألة: ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي. قلنا إن الأضحية سنة عند الجمهور، لكن تجب إذا نذرها، نذر أن يضحي وجبت عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر أن يضحي فقد نذر نذر طاعة، فيجب عليه فعل هذا النذر. نعم. ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، فيقول: هدي التطوع، يعني هدي التطوع لا يجب إلا بالنذر، أما هدي التمتع فهذا واجب بأصل الشرع، وكذلك هدي الجبران هذا واجب أيضا بسبب النقص الذي حصل في الإحرام أو في المناسك. نعم. فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، ويقال: هذا لفظ لله وجب، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بسبب أشبه لفظ الوقف، يعني كما لو وقف شيء وجب عليه، لو وقف شيئا من ماله وجب عليه إخراجه، كذلك إذا نذر شيئا من ماله وجب عليه إخراجه. نعم. ولا يجب بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به. لو ساق الهدي من بلده لم يجب بسوقه، مجرد السوق لا يجب عليه، حتى يقول هذا لله علي، فإذا قالها يعني تلفظ وجب عليه حينئذ. كما لو خرج بصدقة يريد أن يوزعها، ثم تراجع فإنه له أن يتراجع قبل أن يسلمها للفقير، له أن يتراجع لأنها لا تلزم، لكن إذا سلمت للفقير فإنها حينئذ تجب ولا يجوز له الرجوع فيها. نعم. مع النية طبعا. حتى مع النية، إذا خرج يريد يوزعها ولم يسلمها للمستحق فله أن يتراجع. نعم. مسألة: والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح عبادة، أن الذبح عبادة، قال تعالى: وصلي لربك وانحر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك معناه الذبيحة، ذبيحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة. فلو قال: أيهما أفضل، أنني أتصدق بهذه الدراهم يوم العيد أو أن أشتري بها أضحية وأضحي، فالجواب أن الأفضل أن يشتري بها أضحية، لأن الأضحية في هذه الأيام أفضل من الصدقة، لأن الأضحية عبادة وذبح الأضحية عبادة، فهو أفضل من الصدقة، مع أن الأضحية فيها تصدق أيضا لأنه سيتصدق من لحمها، المقصود حاصل. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر أذنه ولا يفعل إلا الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية وذبح الهدي، فدل على أن الذبح أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. مسألة: والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. الأفضل يعني الأضحية والهدي لا يجزئان إلا من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، لا يجزئان إلا من بهيمة الأنعام، قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم
من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الهدي والأضحية والعقيقة لا تجزي هذه العبادات إلا من بهيمة الأنعام. فلو ضحى من الظباء أو من بقر الوحش فإن هذا لا يعتبر أضحية، لأنه لا أو من الطيور أو من الدجاج، قال كله لحم، أنا بذبح 100 دجاجة هذه تعادل شاة. يقول لا، الشارع إنما جاء بالذبح من بهيمة الأنعام، وأفضل بهيمة الأنعام الإبل، إذا أخرجها كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن الإبل والبقر أوفر لحم من الغنم، أكثر لحم من الغنم. أما بالتجزئة إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضل، الشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة. أما إذا أخرجها كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، البدن المراد بها الإبل ولأنها أوفر لحم. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من الإبل ومرة أهدى من الغنم. نعم، هذا اجتهاد منه، إذا ثبت فهو اجتهاد منه. أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، إلى قوله ومن ذهب في الساعة الخامسة في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة. قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة. نعم، يجوز التصدق بالدجاجة، التقرب إلى الله بالصدقة بالدجاجة، لكن في غير الأضحية غير الهدي. نعم، ولا فرق فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة مراعاة الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها بدنه ثم بقرة ثم كبشا، هذا دليل على أن الأفضلية تبدأ من الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. اتفق عليه. مسألة، يجوز التصدق بالدجاجة وبالبيضة على المحتاج، لكن الذبح لا، الذبح لا يذبح إلا من بهيمة الأنعام. نعم. مسألة، ويستحب استحسانها واستثمارها. الأفضل في الأضاحي والهدي أحسنها خلقة وهيئة، ثم وكذلك أكملها خلقة، أن يعني تكون كاملة الخلقة بالآذان والقرون، وكذلك أسمنها، السمينة تقدم على ما دونها، لأن السمينة تكون أحسن لحما مما دونها. نعم. ويستحب استحسانها واستثمارها بقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، ومن تعظيم شعائر الله أنه يختار في الهدي والأضحية أحسن ما يجد وأسمن ما يجد. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: